نريد نتعلم، لا نريد فقط تسمع من هنا وتسمع من هنا وكلمة من هنا، لا. تدرس دراسة صحيحة، تأخذ كتاب وتدرس هذا الكتاب وتأخذ فيه شهادة. لا تدرس عن في واتساب أو فيسبوك، هذا ليس دراسة. أو تسمع هنا وتسمع هنا، لا، هذا ليس صحيح. تبدأ بدراسة كتاب دراسة صحيحة خطوة خطوة. بهذا بإذن الله تخرج طالب علم، تتعلم العلم المهم لك.